تف 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 ياك المستجدات اليوم جديده الحمد لله. المهم هما تم استدعاء ديال ممثلين الابناك وراس جاو زعما حضروا، وخا انهم تم الرفض، انه تم الرفض على هذا الاستدعاء، انه ما عندش المحكمه الحق ان تستدعي الاطراف ديال الابناك، ولكن الحمد لله. المهم حنا ثقتنا كبيره في القضاء انه ضم الاستدعاء ديالهم الملف القضيه، ودابا حنا الطلبات ديالنا بصفه عامه من هذا الشيء كله هو انه كنطالبوا من هذا المنبر ومن هذا المكان ان الفرقه الوطنيه تقوم بالدور ديالها وتقوم بالخدمه ديالها وتقوم بالعمل ديالها وتحاول تبحث لنا على فلوسنا، لان هي الوحيده اللي غتمكننا من معرفه الفلوس ديالنا. ورغم اننا حنا ما متاكديش، ولكن ظهروا شي وثائق في الصحافه لقيناها بان فلوس الضحايا دارت بهم واحد الشركه، وفي واحد الحساب ديال واحد الشركه في بنما. والدور ديالنا حنا يعني حنا كنطالبوا بالفرقه الوطنيه هي اللي تقوم في شخص السيد نبوي انه يقلب لنا على فلوسنا، وحنا الضحايا يعني كلنا ما باغين لاش الدار الوردي لا العصابه ديالو يعطيونا ردونا فلوسنا ومن غدا يخرجوهم حدانا. حنا ما كنطالبوا بهم يشدوهم ولا يعدموهم ولا يقتلوهم، حنا بغينا غير فلوسنا، لان الضحايا راه كتموت نهار مورا نهار. راه معنا اراميل، راه عندنا راه يتامى، راه انا قدامكم انا راه ارمله، راه ربعه اليتامى، راه انا دابا متشرده في الزنقه، انا ما عنديش سكنه، انا خرجت من داري وخرجت من دار ناس اللي كنت جالسه عندهم، وخارجين دابا انا وولادي كنتلاوطوا من دار لدار، عطيتو فلوسي باش يديروا لنا سكن ونجمعوا مع وليداتنا وداهم. ضحايا اخرين يعني اللي ولادهم مراد، اللي راه بزاف، راه حرام، الناس ماتوا بزاف وحتى حاجه ما بغات تحرك لينا. يعني وكنطالبوا سيدنا من هذا المنبر يشوف في هذه القضيه ديالها ويزيد يعطي التعليمات، حنا متاكدين انه عاطي التعليمات ديالو، ولكن كنزيدوا نناشدوا وكنطلبوا انه يزيد في التعليمات ديالو ويشددها وينصفنا، وحنا راه ثقتنا كبيره في القضاء. السلام عليكم، حنا من انا وحده من الضحايا ديال ضحايا باب دارنا. اليوم عاوتاني واحد الجلسه جديده اللي وقعوا فيها شي مستجدات جداد، صديق مطالبه بشي دي بي دي جي دو بنك باش يحضروا. حنا الغرض ديالنا من هذا الشيء هو كنطالبوا الاستاذ عبد النبوي في الشرح ديال الاستاذ الذكي باش الفرقه الوطنيه تدخل في هذا الدوسي ديالنا، ويشوفوا حنا الاموال ديالنا ما صار، لان حنا عندنا دابا جاو شي دي نوفو زيليمون كيدلوا بان ديال عندنا شي وثائق راه نشرهم شي صحفيين بان الاموال ديالنا كاينين في بنما. اذا حنا دابا الغرض ديال هاد الضحايا كلهم هو استرجاع الاموال ديالهم، ولا يمكن استرجاع الاموال بغير تحقيق ولا بحث. وما دام الفرقه الوطنيه ما دخلتش تنظن بان صعيب بزاف. هذه اضافه، ولكن هي اضافه انا في النظر ديالي هي اضافه مزيانه، لان في قد حنا كان هذاك غير نداء بحال قلتي نداء، لان حنا عارفين بان سي بن شعبون ولا سي عثمان بن جلون ولا الجواهري ما عندهمش واحد الدخل في هذه القضيه ديريكت، ولكن الابناك ديالهم خاص يتم البحث في هذوك الابناك باش يشوف مصير الاموال، لان الاموال ديال هاد الضحايا راه دارت في ابناك قبل ما تخرج للخارج. دابا حنا كنطالبوا ونطالبوا ونطالبوا ديما الفرقه الوطنيه دخل، هي دول الغرض ديال هاد ديالنا كلنا باش تلقى لنا الفلوس ديالنا والمصير ديال الاموال فين مشات. حنا الفلوس اولا ترجع لهاد الناس، لان كاين اللي شاق العمر ديالو كله راه بحال مات، كاينين دي جون بحال ماتوا، سيتادير الى خدمه ديال حياتهم كلها حطوها عند الوردي، هاد الناس بحال تحكم عليهم باعدام. دونك انا كنظن اضعف الايمان خصهم يسترجعوا اموالهم، وثاني خصو يتحكم عليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.